قبل ما نروح لفاصل هشوف، هسيبكم بقى مع حاجه استراحه قصيره كده، لما بتفرجش على الماتش شوفوا حاجه لطيفه من بلدنا، شوفوا اهالي قريه تفاهنا بالغربيه، والقريه دي تتميز بانه يقولوا عليها كده عاصمه البرتقال واليوسفي في مصر، اللي احنا في الفتره دي من السنه غرقانين فيه، كل يوم بناكل برتقال ويوسفي ونقعد نستمتع بالفاكهه الحلوه بتاعتنا المشهوره بيها مصر. دي واحده من اكبر القرى المصدره للموالح، وبالمناسبه صادرات الموالح على مدار السنتين اللي فاتوا، سنتين كورونا، زادت بشكل كبير جدا، ودي حاجه تحسب لتطوير الزراعه والميكنه والاساليب الزراعيه. الفلاحين بقى هناك اتعودوا انهم يقضوا يومهم يجمعوا طبعا محصول اليوسفي والبرتقال اللي بيبتدي في اكتوبر وبينتهي في يوليو، وشوفوا اللطافه والناس بتتكلم، وشوفوا طريقتهم اللذيذه في الكلام عن هذا الموسم وعن انتاجهم من البرتقال واليوسفي. بالنسبة للمحاصيل، الموالح تعتبر هي بورصة الموالح، عاصمة محافظة الغربية بالنسبة للموالح. من أوائل السبعينات كده كانت بورصة هي اللي بتطلع الأسعار وبتحدد الأسعار لحد ما شركات الوادي اشتغلت في التصدير، وبدأنا بقى التصدير هو اللي يطلع الأسعار. كنا بنزرع الأول عنب، ودلوقتي بينا موالح، وعندنا الحمد لله المشاتل حلوة، والبتوع المشتل بياخد له 4 سنين في الأرض، شجرة بتاخدها متربية، فده منظومة شجرة معمرة. بنعتمد هنا على الأسمدة العضوية والمبيدات الفطرية. عندنا البرتقال أبو سرة بأنواعه، اللي هو أبو سرة مليسي، وبسرة نص مليسي، وبسرة يفاوي، اللي هو الأحجام العالية الطويلة دي، البرتقال المزير الكبيرة دي. وبالنسبة للي عندنا أبو دمه، وعندنا السكري، وعندنا سفندي بلدي وسفندي صيني، دي الأنواع اللي هي مشهورة فين في البلد، حتى لدرجة عندنا سكري اسمه سكري عزيزي، ده نادر لما تلاقيه في أي بلد تاني أو في أي مكان تاني، ده موجود في تفانة بس. عندنا الموسم ما شاء الله يعني طويل، بنبتدي فيه مثلا من نص 9 بنبدا، يعني مثلا ايه الاراضي عندنا بتبقى في اراضي شجر لسه مزروع اسمه نشاوي، بيبقى يعني صغير ما يستحملش ان انت تركن فيه الزرع، فده بنبدا فيه من يعني مثلا ايه بدري عن الشجر الكبير وكده، بنبدا مثلا من نص شهر 9 كده، بس بيبقى شغل يعني لسه خفيف. الشغل الصح بقى بيبدا من اول شهر 12 بقى، يبقى خلاص بقى الزرع كله خد لونه وحلاوته، وبيبقى الشغل الجد بقى. وموسم معنا طويل، يعني مثلا يعني تقدر تقول مثلا من شهر 10 لحد مثلا 1/6، لحد ان احنا عندنا محصول صيف برضه بنبدا فيه من شهر 3، بياخد له 3 شهور برضه. فالحمد لله بيبقى موسم طويل معانا وموسم حلو، يعني الناس بتاعتنا بترزق واحنا برضه الحمد لله ربنا بيرضينا. احنا بنقوم الصبحيه، المعلم بيبيت علينا بالليل، هنقطع مثلا عربيه سفندي، عربيه برتقال حسب اللي هنقطعه، بجمع العمال وبنيجي على العربيه وبنيجي على الارض وبنقطع، وهم بيجوا يديروا ورانا، وكانت النقله هتروح مصر بتروح من غير تدير، وهم بيديروها هناك وكده كل يوم. الحاجات السليمه اللي هو طبعا على الثغره بنجيبها، انما اللي هو البايظ اللي هو لا يصلح ان انا ما اكلهاش وما بحطهاش في العدايه. فرصه عمل مجزيه كويسه، كل واحد مثلا على الساعه واحدة بيعمل له ب 100 جنيه فاتحه بيته كويس والحمد لله. بنيجي الصبح الساعه 7 الصبح، بنشتغل لحد الساعه 9:30، بنقعد نفطر، وبعد كده بنقوم نكمل عملنا لحد الساعة 11:30، ومن بعد 11:30 بنكون طلعنا النقلة كلها، سواء كان برتقال أو سفندة أو أي نوع من أنواع الموالح، وبعد كده بنحملها وبنروح كل واحد بيشوف مصلحته. إحنا بنخش على الشجرة بنقطع، اللي بيقع مننا السليم فيه هو اللي بنعبيه، اللي بيتكسر أو فيها حاجة بنسيبها زي ما هي، بتتلم ده كله بتتعدي من فوق، بتتحط في نورة لوحدها، بتتقفل لوحدها عشان ما تنقلش عدوى لغاية تاني.